هو مشهد ضمن سلسلة عروض مسرحية يقدمها فريق مسرح شو، تجربة فنية يحاول صناعها إعادة تقديم العروض المسرحية القديمة برؤية جديدة دون تقليد وكامتداد للقصة الأصلية. احنا بنعيد السياق القديم بتاع المسرح، اعتقد ده مبقاش موجود دلوقتي. ليه لا ان احنا نجيب السياق القديم بتاع المسرح، بس نجيبه بالحاضر اللي موجود دلوقتي، نخليه في الحاضر ممكن يكون عامل ازاي. يعني سي مثلا في امثله في مسرح شو اشتغلنا على مدرسه المشاغبين 2، انها حقا عائله محترمه، كان في ريا وسكينه، العيال كبرت، كنا جايبين ولادهم اللي ممكن يتم، سوسو هي كبيره عامله ازاي، عاطف وكبير عامل ازاي. غير ان التجربه تعرضت لاتهامات بانتهاك حقوق الملكيه الفكريه، ما ادى لتوقف عروض الموسم الاول. عشان ترجع الجمهور تاني للمسرح لازم هتعمل ده على السوشيال ميديا، لازم تقول لهم انا بعمل انها حقا بعمل العيال كبرت الجزء التاني، النصوص بتاعتنا مركبة، مش أخدين أي حاجة خالص من النصوص القديمة، لا النص ولا المحتوى ولا حتى الإفيهات ولا أي حاجة خالص، احنا بنمستر الكاركترات. أمام هذه الصعاب ابتكر هؤلاء الشباب فكرة أخرى يظهر بها المشروع في موسمه الثاني، حيث سيجد الجمهور نفسه أمام مسرح تلفزيوني بثوب جديد. احنا عاملين ديزاين جديد للمسرح، يعني انت بتفتح الستارة بتلاقي خشبة مسرح، المرة دي انت هتفتح ستارة هتلاقي 4 مسرح في وقت واحد، يعني هنعمل حاجة اسمها اللايف شو، ازاي تتفرج على بث مباشر كأنك قاعد قدام كاميرات مراقبة في كل باكية، كل كاميرا بتظهر لك محتوى مختلف، تمام؟ فانت ممكن تفتح تلاقي الفندق قدامك بالشكل بتاع الفندق بالكلام ده كله. تجربة فنية رائعة، والأهم أنها تضم مواهب واعدة تحاول تقديم أفكار إبداعية ومختلفة في عالم المسرح. هشام الرباط، القاهرة الآن، الحدث.